مرض فيروس كورونا 2019 أو كوفيد-19 دليل الوقاية من الفيروس. متى يجب عليك غسل اليدين؟ قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، قبل وبعد تناول الطعام، قبل وبعد العناية بشخص مريض. بعد السعال أو العطس. بعد استخدام المرحاض. عندما تكون الأيدي متسخة. بعد التعامل مع الحيوانات أو فضلات الحيوانات. بعد ملامسة الأسطح الملوثة والأشياء التي تتشاركها مع رفاقك، وذلك لمدة 20 ثانية.